خلينا نتكلم على السوبر ليج. يمكن الاسبوع اللي فات كان كلام كتير على السوبر ليج وظهر فجاه وكل الانديه ظهرت فجاه واحنا هنخش. ويمكن فيرنتينو بيريز عمل لقاء مع شيرينجيتو في اسبانيا واتكلم بشكل مستفيض ان السن الصغير من 16 ل 24 ابتدى يبعد عن الكوره وان لازم نرجع السن ده للكوره تاني وان احنا بنصرف فلوس كتيره جدا وكل الانديه بتخسر في ساعه الازمه الكورونا وان كل الناس عندها كشف للمرتبات لعيبتها او بيتقاضوا ايه مع عدد الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي يعني خبط فيهم شويه عشان طبعا هم ضد الفكره تماما. وفجاه لقينا الناس كلها بتتراجع عن الفكره. معظم كل الناس كانت موافقه بقى بيرجعوا قال لك لا خلاص ولقوا هجوم شديد من مشجعين فرقهم. انت شايف الموضوع ازاي؟ انا شايف ان الموضوع فيه انانيه كبيره جدا في الطريقه اللي نفذ بيها المشروع او كانوا عايزين ينفذوا بيها المشروع. الانديه دي ال 12 نادي دول كانوا عايزين هم يخلعوا لوحدهم ويسيبوا الروتس او اصول كره القدم والهرم اللي المفروض بقى لهم سنين بيبنوه في اوروبا. ابتدوا ان هم عايزين يفصلوا نفسهم منهم وكان واضح جدا كلام بيريز لما شفنا انترفيوهات ليه قبل كده ان هو بيقول انا ايه اللي خليني اضيع وقتي مع انديه صغيره وترى المفروض نلعب الماتشات الكبيره كلها. ولكن هي حلاوه الكوره كابتن حازم ان انت الفرقه الصغيره او الفرقه المتوسطه يبقى عندها امل ان هي تلعب مع الكبار. انت كده شلت لهم شلت الحلم بتاعهم ده فخسرت الهدف الرئيسي من الرياضه ومن كره القدم زي ما جوارديولا قال وكل المدربين طلعوا قالوا. غريب جدا ان في رايي ان بيريز يخش الحرب دي. بالنسبه لي انا بشوفه اكتر رجل مخضرم اداريا في العالم في اداره كره القدم. غريب جدا ان هو سنه 2000 وهو شغال الشغلانه دي بالظبط. غريب جدا بالنسبه لي ان هو يخش الحرب دي وما يكونش قاري رد الفعل. انت اي خناقه بتخشها انت المفروض بتقاري رد الفعل اللي قدامك. هل هو ما كانش متخيل تدخل الحكومه البريطانيه وبوريس جونسون وتتكلم وفرنسا كمان فرنسا وماكرون وكل الموضوع قلب سياسه قلب بوليتكس. لكن في النهايه ما فيش اي بطوله عمرها هتنجح بغير الانجليز النهارده. خلي بالك يا كابتن حازم خلي بالك النهارده مين اكبر الخاسرين لو اتعمل السوبر ليج؟ سكاي. صح؟ ان سكاي وبي تي هم اللي شارين حقوق البريمير ليج. لو البريمير ليج الفاليو بتاعه نزل الفلوس اللي هم دافعينها لثلاث سنين قدام دي هم اسف يعني لبسوها. عشان كده هم شغلوا كل المكن بتاعهم جاري لينكر جاري نيفل جيمي كاريجا ريو فيرنان كل الناس بتاعت الميديا والليجن بتاعت الميديا هم دول اللي ساقوا الجمهور ان هو ينزل. ان هم الناس البانديتس دول بينفذوا اوامر القنوات اللي هم شغالين فيها. لكن فكره جشعه جدا في رايي وما ينفعش ان انت تبقى ضامن ان انت تلعب في بطوله بفلوسك او لازم بالمجهود. لسه هيبقى فيها توابع ولا خلاص لا لا خلص. قفلت يعني بس هي الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي برضو قفل الدنيا قفلوا بس هي فكره عالم واوروبا ومش تلعبوا ولا توقفوا ومش لعب الموضوع برضو كان ليه اكشن مهم جدا. بس فكره مش هتموت. الفكره دي طلعت من 2009. الفكره دي هتنفذ. الفكره مش وحشه بس ممكن لازم يربطوا الانديه الصغيره يعني يعملها بشكل او باخر. لان خلي بالك برضو الانديه بتصرف الانديه الكبيره بالذات ميدو بتخسر فلوس كتيره جدا وهي بالنسبه لها بصراحه يعني الموضوع ده ممكن يخليها الاتحاد الاوروبي لازم يكتر الفلوس بشويه اللي بياخدوها الناس في الشامبيونز ليج. طب هيعملوا كده لان ده مهم جدا ما يبقاش هو الشامبيونز ليج بالسبونسر دي كلها بتروح والمكسب ما بيروحش كله او معظمه للانديه اللي بتلعب. لازم يوجه بفلوس اكتر شويه عشان الناس كلها تستفيد. وده يمكن ممكن الحاجه الوحيده اللي تبقى يعني نجحت في موضوع السوبر. افتكر كلامك يا كابتن حازم اكتر توابع المشكله اللي حصلت دي انها تشوف بريطانيا هتبتدي تدرس دلوقتي ازاي ان هي تمنع تملك الاجانب للانديه الانجليزيه.